السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميع المشاهدين الكرام أينما كنتم. أزول في اللون أيتما ديستما برنامج الحلال والحرام، ونواصل مع المركبات التي تستخرج من الدم والخنزير والميتة. وتكلمنا عن المركبات التي تستخرج من الشحوم من الدسم، وهي المستحلبات المونوغليسرايد والديغليسرايد والجليسرول والداتين، هذه كلها تستخرج من الدسم، كذلك الليسيثين. وتكلمنا عن المركبات التي تستخرج من الجلود والعظام، وهي الجيلاتين، مادة الجيلاتين، ثم المركبات التي تستخرج كذلك من الصوف، وهي الكيراتين والإيلاستين، اثنان الكيراتين والإيلاستين هما بروتينات، وكذلك مادة اللانولين، يعني هذا شمع، هذا الدسم الموجود في الصوف، الذي تستخرج منه ثمان مركبات، تصنع منه الستيرويدات يعني الكورتيكويدات، وكذلك الهرمونات والفيتامين دي 3 والكوليسترول، يعني هذه كلها يعني تصنع من مادة اللانولين. تكلمنا كذلك عن الثايرويدين التي تباع في الصيدليات، وهي تستخرج من الغدة الدرقية للخنزير، وتكلمنا عن الهيبارين التي تستخرج من الأمعاء الخنزير، وتكلمنا عن صفراء المرارة، هذه البايل والتي تستخرج يعني من مرارة الخنزير، هي تجفف يعني وتباع، هذه الأوكسجال. ثم في هذه الحلقة سنتكلم عن البروتينات كذلك، هناك بروتينات تستخرج كذلك من الدم ومن الميتة ومن الخنزير، وصناعة ضخمة، صناعة يعني كبيرة جدا. فهذه البروتينات هي على نوعين بروتينات، هناك الأنزيمات، لأن الأنزيمات تحسب مع البروتينات، لأن الأنزيم هو بروتين، هناك الأنزيمات وهناك البروتينات التي تحلل في المختبرات وتستخرج منها الحمضيات الأمينية. نبدأ بالأنزيمات، لأن هذه الأنزيمات تستعمل بكثرة وبقوة، وبدونها لا الصناعة يعني لا تمكن، لا يمكن أن تصنع بعض المنتوجات. فنبدأ بأول أنزيم اللي هو المنفحة، المنفحة بالإنجليزية رينيت وبالفرنسية لابخيزور. وهذه المنفحة هي على نوعين، هناك المنفحة الحيوانية التي تستخرج يعني من أمعاء الميتة والخنزير، وهناك المنفحة الجرثومية التي تنتج بطريقة بايوتكنولوجية عبر الجراثيم، عبر التخمر. هناك في السوق الآن هناك نوعان، هناك هذه المنفحة الجرثومية وهناك المنفحة الحيوانية. لماذا هناك الاثنين؟ لأن بعض الصناع في أوروبا وأمريكا يفضلون هذه الرينيت الحيواني، يفضلون هذا المنفحة الحيوانية لأنها تعطي نتيجة جيدة في الأجبان، وبدون هذه المنفحة يعني تستحيل صناعة الأجبان، لا يمكن. إذن يعني صناعة الأجبان في العالم هي خاضعة لاستعمال الرينيت، خاضعة لاستعمال لابخيزور، هذه المنفحة. ويعني إخواننا في أوروبا وأمريكا يجب أن يستوثقوا، لأن الصناع يفضلون المنفحة الحيوانية، رغم أن المنفحة الجرثومية تعمل كذلك ورخيصة، المنفحة الجرثومية أرخص من المنفحة الحيوانية، لأن المنفحة الحيوانية مركزة، يضيفون يعني شيء قليل وتعطي نتيجة أحسن من المنفحة الجرثومية. لكن المهم يعني أن تسألوا، نحن نوضح، وهذه معلومات للناس فقط، نحن نبين للناس، دورنا أن نبين للناس لكي لا يبقى هذا الظلام الجهل. يعني بعد البريزور يعني هناك الكارنيتين، الكارنيتين من بعد أن أخروها، هناك البانكرياتين، البانكرياتين هذه بانكرياس، تستخرج من البانكرياس. وهناك عادة في اليابان، اليابانيين عندهم عادة غذائية، اليابانيين يستهلكون البنكرياس طازج، عصير البنكرياس، ويطحن مع الماء ويعني يتناولونه طازج، يستهلكون البنكرياس طازج لأن فيه البنكرياتين، هذه الأنزيم. البنكرياتين تباع في الصيدليات في أمريكا وفي أوروبا وحتى في بلداننا. لماذا؟ لأن الأطباء يصفونها لبعض أمراض البنكرياس، يعني البنكرياتيت، هذه الأمراض البنكرياس الأطباء يصفون هذا الأنزيم، هذا البنكرياتين. البنكرياتين فيه خليط من ثلاث أنزيمات، هذه علوم وليس نحن ندقق في الأمور. البنكرياتين الذي يباع في الصيدليات هو فيه ثلاث أنزيمات، فيه الأميليز
وفيه البروتياز وفيه كذلك الليبيز في ثلاث أنزيمات، هو خليط من ثلاث أنزيمات. ويعني هذه البنكرياتين هي الآن تستخرج من بنكرياس، من بنكرياس الخنزير وبنكرياس الميتة، وليس هناك صناعة أخرى. ثم نصل إلى مسائل الكبيرة، ليس البنكرياتين فقط، هناك أنزيمات كثيرة تستخرج هذه. فالمنفحة كان هناك البنكرياتين، ثم نصل إلى البروتياز، والبروتياز تستعمل بكثرة في الصناعات الغذائية، هي الأميليز والبروتياز والليبيز. البروتياز كاينين 5 و6 و10 و25، يعني كاين الجلوتامينيز، كاين السيلولايز، كاين هذه كلها يعني أنزيمات، وتستخدم حتى في الخبائز وفي الخبز. هذه الأنزيمات تستخدم بكثرة في صناعة مشتقات الحليب، في صناعة النقانق، تستخدم كذلك في صناعة كثير من المواد الغذائية. يعني هذه الأنزيمات بروتياز والأميليز والليبيز، وهي لائحة، هي أنواع يعني كثيرة. هذه الأنزيمات الآن كذلك على نوعين، هناك الأنزيمات الجرثومية التي تنتج بالفرمنتيشن بالتخمر، وهي جراثيم، يعني بايوتكنولوجيا، هذه طرق بايوتكنولوجيا حديثة متقدمة، لكن لا زالت الصناعة القديمة يعني قائمة، لا زال هناك أنزيمات في السوق يعني من أصل حيواني. لما تدخلوا على جوجل يعني لازم تأكد، يعني ممكن تكتب هكذا الأميليز أنيمال أميليز، ولا الميكروبيال أميليز، وتتأكدوا أنتم. هناك الأميليز الجرثومي، هناك الأميليز يعني الحيواني، والليبيز، هناك الليبيز الحيواني، هناك الليبيز الجرثومي، وكذلك البروتيز نفس الشيء. هذه الأنزيمات عندها مصدر حيواني، لا زالت تستخرج من الميتة والخنزير والدم، وعندها مصدر جرثومي. الصناعة تقدمت الآن، أصبحت تنتج عبر التخمر بطريقة بايوتكنولوجي. بالنسبة للبلدان الإسلامية ممكن يشتروا الأنزيمات التي الجرثومية، الأنزيمات الجرثومية لما لا، يعني وتستخدم، لأنها تنتج بفطريات وتنتج ببكتيريا وتنتج حتى ببعض الخمائر، لكن أغلبها هو فطريات وبكتيريا، مثل البسودوموناس، مثل الإيكولاي، مثل الأسبيرجلس، مثل هذه فطريات وبكتيريا يعني تنتج هذه الأنزيمات. لماذا؟ هذا علم، وهذا هو العلم الحقيقي. لماذا؟ لأنه بالعلم ممكن أن نتفادى الحرام، بالعلم ممكن أن نتفادى الحرام. ولذلك المسلمين يعني كان عليهم أن يكونوا متقدمين، هم الذين كان عليهم أن يتقدموا في العلوم، لكنهم أحرقوا كتب ابن رشد. ماذا نعمل؟ ولا حتى من يسألنا نحن الآن، يعني متخصص في الحلال والحرام، من يسألك ومن أنت؟ محمد فايد من البادية، ابن فلاح. لكنني أضحك على العالم، المسلمين في العالم يبلعون الحرام. لماذا لا أضحك؟ لماذا؟ يعني بيير بول، حكيت لكم عن قصة بيير بول، هذا الكاتب اللي كتب لابلانيت دي سانج، كوكب القردة. ولابلانيت دي سانج عندنا في المغرب راه في المقرر الثانوية العامة، الطلبة كلهم قارنوا، كلهم قراوا، يعني هذه سماها كوكب القردة. لماذا؟ لأن بيير بول كان عنده دكتوراه في الفيزياء النووية، في الوقت اللي أوروبا ما كانش فيها متخصصين في الفيزياء النووية، فرنسا، فبيير بول كان عنده هذا الدكتوراه في الفيزياء النووية، وكان يعمل عند شخص برجوازي، عند واحد غني في الحديقة، كان يغرس ليه هذه الأزهار ويسوي ليه هذا، يعني ينقي لي هذه الحديقة من الحشائش الخبيثة إلى آخره. بيير بول دكتور فيزياء نووي، ويعمل عامل عند برجوازي في حديقته، ولذلك ضحك، كان يضحك على العالم من خلال هذاك المؤلف، يعني هذا لابلاني دي سانج، يعني هذا كوكب القردة، كان يضحك به على العالم. لأن الكاتب دائما لما يكتب، المؤلف والأديب لما يؤلف فيؤلف ما بداخله، لا يمكن أن يأتي بأشياء خارجة عن داخله،
جبران خليل جبران ألف مؤلفاتي من داخلي، يعني قاسم أمين ألف ما بداخلي، كل الأدباء ألفوا أشياء. أبو القاسم الشابي الشعر دياله كله خرج من داخله هذا. ولذلك الأديب لا يكذب، الأديب لا يكذب ولا يعاكس عاطفته، يعني ما فيه يخرجه. فعليهم، نحن نعلم يعني تدقيقات في الحلال والحرام. من يسألك من أنت؟ فايد ابن فلاح يعني. حتى أنهم أنكروا عليه أنه دكتور وسموه بتسميات، ومع ذلك أضحك. لماذا لا أضحك؟ شيء تجعلني أسخر من العالم، لماذا لا أسخر؟ فنواصل علي، نواصل نواصل مع الصناعات الغذائية ومع علوم، يعني أنا قلت لا يقدر عليها أحد، علوم يعني متقدمة ومتطورة، البايوتكنولوجيا ليس أي أحد يدرسها. يعني ليس هذا الشعر جاهلي يعني بوتينا. فهذه المركبات التي تستخرج وهي حرام، أنا قلت الصناعات الغذائية لا يمكن أن تستغني عنها، بمعنى لا يمكن أن تجد منتوج مصنع معلب ليس فيه حرام، يستحيل يستحيل، أنا أقول لكم يستحيل. ولما سنصل إلى بعض الأشياء ستستغربون، العلم ستستغربون وربما ستصدمون. هل كان الناس يعلمون أن الهيبارين التي استعملت أثناء الجائحة لأنها ضد تجلط الدم، هل كانوا يعلمون أنها من أمعاء الخنزير؟ ولا حتى الأطباء الآن يعلمون أنها من أمعاء الخنزير؟ هل يعلمون هذا؟ لا طبعا لا يعلمون. البنكرياتين، هل يعلمون أن البنكرياتين هي من بنكرياس خنزير؟ هل يعلمون أن الطايرويدين التي الآن يصفونها للناس، هذه الغدة الدرقية، أنها من غدة درقية للخنزير؟ هل يعلمون هذه الأشياء؟ أنا لا أظن يعني، وأستبعد أن يكونوا يعلمون. يعني هذه الإبر التي تشرب وتباع في الصيدليات في العالم يعني كمقويات للجسم، وهو يعني خليط من الفيتامينات ومنهم البايوتين ومنهم الفيتامين B12، هو مستخلص الكبد، مستخلص كبد الخنزير وكبد الميتة، هل يعلمون هذا؟ أنا لا أظن. هو المهم لماذا؟ لأن هذه الأشياء هذه لا تدرس، يعني هي صناعة طبعا، صناعة يعني تباع في الصيدلية، ويعني مشريها ولا لا تشريها. ليس لديك البديل. نصل إلى السوماتوستاتين. السوماتوستاتين هو هرمون، ليس هو بروتين ولكن هرمون، عنده دور هرموني. والسوماتوستاتين هو الدواء الذي يصفونه لقصار القامة، هذوك اللي عندهم قامة قصيرة باش القامة تزيد شوي، تزيد 10 سنتيم، شيء ليس متر. يعني هذا الأطفال هذو يصف لهم الطبيب السوماتوستاتين. السوماتوستاتين كانت تستخرج من مخ الخنزير أو مخ الميتة، لكنها الآن تنتج، هي الآن السوماتوستاتين جرثومية، لكنها الآن تنتج بطريقة بايوتكنولوجية عبر جراثيم، عبر التخمر. هذه السوماتوستاتين. كذلك الأنسولين، الأنسولين كذلك كان يستخرج كما تعلمون من الخنزير، لكن الآن الأنسولين هو جرثومي، هو بايوتكنولوجيا. لما لا؟ لنتفادى الحرام. هناك العلم دائما عندنا الأدوية البديل، لكن هناك دول لا زالت تستعمل هذا الأنسولين الحيواني. إخواننا في أمريكا وأوروبا وحتى في بلداننا العربية يتأكدوا، لأن هذا الأنسولين الحيواني هناك بعض الأطباء في أمريكا وأوروبا يفضلونه. هذا الأنسولين الحيواني لا زال في السوق، لا زال موجود. والأنسولين الجرثومي موجود، لماذا؟ لأن الأنسولين الجرثومي هم اليابانيون هم الذين ينتجون، ليس الأمريكيين وليس الهنود وليس الألمان، كاين دولة واحدة التي تصنع هذا. لماذا؟ لأن باتنت وهي كانت هذا اليابانيين كانوا اشتروا معمل في أمريكا، اشتروه وبدأوا يصنعون هذا الأنسولين ويخزنوا، لأن كان غير مسموح به الأنسولين الجرثومي، كان غير مسموح به. ومع ذلك اليابانيين حسبوا عبر الدراسات المستقبلية وعبر الرياضيات، يعني عرفوا بأن سيكون طلب أكثر من العرض وسيحتاجون الأنسولين. والأنسولين كما تعلمون لا يمكن أن نستغني عنه، لا يمكن الناس لا يأخذوا الأنسولين ولو كان حرام. فاليابانيين اشتروا هذا المعمل وبقاو كينتجوا وستوريج ويخزنوا.
في الوقت اللي يعني الطلب في العالم يعني تعدى الانتاج الحيواني، فجاءوا عند اليابانيين طلبوا لهم هذا الانسولين، ولاو اليابانيين الان استبدوا بانتاج الانسولين في العالم، هم الوحيدين الذين ينتجون الانسولين في العالم. يعني انظروا شوفوا الناس كيف يعملون في الاقتصاد، شوفوا تدبير الاقتصاد، شوفوا المانجمنت كيفاش عامله، المانجمنت ان سبيس وان تايم. يعني ليس هذا شو اليابانيين باش يمشيو لامريكا يشريو معمل وفي الوقت، يعني عرفوا بان من بعد 15 سنه سيحتاجون الانسولين. يعني مغامره، يعني مغامره، ولكن مغامره محسوبه بالكمبيوتر وليس بالطوشيبا. فهذا هذه الانسولين الان موجوده جورتوميه، ولكن اخواننا يسولوا صيدلان، يعني لا زالت الانسولين الحيواني موجوده في السوق. ثم الانزيمات التي لا بد منها، هذه تستعمل في الصيدليه وتستعمل كذلك في الصناعات الغذائيه. ولما نقول منتوج صيدلاني فالطبيب يصفه فهو للعلاج. فهناك فقه طبعا، فالإسلام دين ليس دين تشدد. إذا كان الله سبحانه وتعالى سمح لنا بالاضطرار في الأكل، فالأولى أن يكون الاضطرار في العلاج. لا يمكن أن نضطر للأكل ولا نضطر للعلاج. أن نضطر للعلاج أحسن. لماذا؟ لأن حتى يعني الله لما حرم هذه الميتة في الآخر قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجاف لإثم فإن الله غفور رحيم إلا ما اضطررتم إليه. يعني والمريض مضطر، حتى ولو كان هذه المنفحة أو يعني مثلا مستخرجة من حرام، لكن المريض مضطر. فقط أن يعلم الناس، لكن إذا وجد البديل لا تصبح حرام، وليس هناك اضطرار، لأن المضطر هي لما لا تجد أي شيء، هذا هو حكم المضطر. فاللائحة طويلة، ونصل إلى الحمضيات الأمينية. هذه البروتينات على شكل أنزيمات أو على شكل مكونات يعني صيدلانية أو طبية، هي هذه لائحة كبيرة، ستجدون لائحة كبيرة. لكن أنا الحمد لله أن الآن البيوتكنولوجيا، أن الآن التخمر لإنتاج عبر التخمر بالجراثيم أصبح ممكن وسهل وجيد. تقريبا كل المنتوجات الآن أصبحت تنتج عبر البيوتكنولوجيا، يعني عبر الجراثيم. فنصل إلى بعض المركبات الأخرى التي تستعمل، وهي حمضيات أمينية وتستعمل في المشروبات المنشطة. والشباب في بلدان الخليج، في السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، الشباب يعني يستهلك هذه المشروبات الانرجايزين درينكس، هذه المشروبات المنشطة يشربونها بكثرة. وهي فيها ثلاث مواد، يعني رغم أن ماركات متعددة، لكن الصانع لابد وأن يعمل بهذه الثلاث، وهي مكون تورين ومكون الكارنيتين ومكون الجوارانا نباتية، ما فيها مشكل. الجوارانا هاي نتركها جانب، الجوارانا نباتية، لكن التورين تستخرج من الحيوان وتستخرج من التور، تورين توريو، وكذلك مادة الكارنيتين كذلك حيوانية. وهذه الحمضيات الأمينية هي سر صناعات الانرجايزين درينكس، هي اللي تعطي قوة للجسم، هي الانرجايزين فاكتور اللي موجودة في هذا المشروب. وفيه سكر الأسبارتيم، وسكر الأسبارتيم كذلك ستصدمون لما أخبركم بتكوين الأسبارتيم، لأنه كذلك حرام. فهذه التورين والكارنيتين والجوارانا، الجوارانا قلنا نباتية ما فيها مشكل، التورين والكارنيتين راه حيواني ولا ينتج بالجراثيم، راه يستخرج من الخنزير ومن الميتة. يعني لكي الناس يكونوا واضحين،
هذه الطورين والكارنيتين كاين بعض الماركات اللي الصانع كيزيد الكافيين كذلك الكافيين، وكاين بعض المنشطات يجب أن تكون معها الكافيين وإلا ستؤثر على القلب ربما تقتل الناس. يعني الكافيين لماذا؟ لكي تنقص من حدتها شوي يعني فعلا. ولذلك تجدون أن بعض الفورميلا بعض تركيبة فيها الكافيين، كاين تركيبة ليس فيها كافيين، لكن دائما إما تجدون الكارنيتين أو الطورين مع الكافيين مع الجوارانا دائما تجدون في هذه. يعني رغم الماركات كاين تقريبا شي 16 ماركة، 16 ماركة في العالم كلها فيها نفس المكونات. يعني كي بعض كيزيدوا بعض الفيتامينات وسكر وملون يعني فقط، وغاز يضغطون الغاز باش تكون سباركلين يعني في هذا. هذه الطورين، مادة الطورين والكارنيتين هذه مواد حيوانية، هذه بدون لا نناقش. ثم هم عليهم، أنا متيقن أن الناس لا يعلمون هذه الأشياء، لكن الآن أنا قلت إذا علموا هذه الأشياء فأنا قلت بأن هل سيقدرون على تحريم الحرام؟ هذا هو المشكل. يعني لا، إذا بقيت أعطيكم يعني المركبات الحرام يعني هل ستقدرون على العيش؟ يعني في الأخير ستجد بأن هذه أطبقوا علينا السماء أطبقوها على الأرض. يعني لما تجد لائحة 460 مكون في الصناعات الغذائية والصيدلانية، لا يمكن أن لا يكون هذا المنتوج، لا يمكن أن لا يصل إلى 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 جسمك، دائما يصل إلى معدتك. مشكل والله، مشكل كبير. فنصل الآن إلى لائحة الحمضيات الأمينية. الحمضيات الأمينية، الفينيل ألانين والبيتا ألانين، وكذلك هذه الكارنيتين اللي تكلمنا عليها، كذلك الكرياتين، وكذلك الحمضيات الأمينية كلها تباع، الأرجينين، الأسبراجين، تايروزين، سيستين، هناك سيستين، اثنين. وكاين هذه الحمضيات الأمينية هي كلها يعني تباع في الصيدليات على شكل كبسولات. هذه الحمضيات الأمينية عندها كذلك مصدران، كاين حمضيات أمينية تستخرج من الحيوانات، وكاين حمضيات أمينية تنتج بالبايوتكنولوجيا عبر التخمر، هي حمضيات أمينية جرثومية. ولكن ولو أنها جرثومية، الوسط الذي تزرع فيه الجراثيم فيه بيبتونات وفيه مكونات تستخرج من الميتة، يعني وسنسقط في نفس المشكل. لكن هناك شرع، أنا لا أفتي لكن أعطي معلومات، أن هذه الجراثيم التي تزرع في الخمارات لكي ننتج الحمض الأميني، فهذا الوسط الذي تنمو فيه هذه الجراثيم هو مكون من بيبتونات ومن الميت إكستراكت، وفيه جلوكوز وفيه مسائل، وهذه الميت إكستراكت والبيبتونات لا بد منها وإلا الجرثوم لا ينمو. البيبتونات والميت إكستراكت هو مستخرج من الميتة ومن الخنزير. بعد البيبتونات تستخرج من الصويا، نعم، كاين بيبتونات تستخرج من الحليب، نعم، لكن الميت اكستراكت واسميتو الميت اكستراكت، لا بد من الميت اكستراكت في الوسط. هنا نصل الى، سنسقط في مشكل اخر. ثم هناك وسط كذلك، وسط لتخزين الخلايا، هذا عليه شيء ثانوي مهم لمعلوماتكم كثقافة، أضيفوا إلى معلوماتكم. تعلمون أن الأشخاص اللي كيعملوا الكيموثيرابي، طبيب يخبر هذا الشاب يعني هذا الشخص بأنه يجب أن يخزن الخلايا، لأن الكيموثيرابي سيصاب بالعقم، فسيحتفظون بالخلايا هذه المنوية لكي يحتاجها من بعد ويعمل تلقيح اصطناعي. كذلك البويضة عند النساء، تخزين البويضات، فتخزين البويضات وتخزين هذه الخلايا المنوية تخزن في وسط فيه منتوجات من الدم، فيه مستخلصات من الدم، تخزن في وسط حرام. هذا هذه مشي ثانوية، مشي مشكل ممكن توصل تخزن لأن ليس للأكل، لكن لنعطيكم التدقيق، نحن ندقق في الأمور وليس هناك شيء يعني يفلت لنا ولا لا، يمكن لأننا نتتبع الصناعات بالتدقيق
ويعني نعلم الأساليب الصناعية كلها، نعلمها كيف تتم الأمور، لا يبقى واحد هذه أمور ليست يعني. لذلك قلت علم شاسع وعلم دقيق، علم صعب لا يقدر عليه الناس، علم صعب، علم صعب. ولذلك نحن قليلون في العالم، رغم هذا الضجة وهذا السب والشتم في الدكتور فايد وهذا التقليل من قيمة الدكتور فايد، ولكن نحن 7 أو 8 في العالم، علينا كنا 8 واحد توفى، قل قليلون هذو في هذا الميدان. هذا ميدان صعب جدا، لأن تلتقي فيه الرياضيات مع البيولوجيا، البايو تكنولوجي. تصور يعني يجب أن تكون بارع في الرياضيات وفي نفس الوقت علوم بيولوجي، يعني صعب يعني هذا الميدان هذا. فهذا الكينيتكس، هذه المسائل الأخرى، فيزيولوجيا والمسائل البايو كيمستري والكيمستري والفيزيكس والمسائل هذه التي ندرسها. فهذه المكونات الحمضيات الأمينية سنخصص لها حلقة. لماذا؟ لأن الحمضيات الأمينية تباع في الصيدليات على شكل كبسولات، تمشي عند صيدلاني تقول له اعطيني الأسباراجين، يعطيك الأسباراجين كبسول. ما يعني هذه الحمضيات الأمينية، وهي كاين حيواني وكاين جرثومي. ثم الحمضيات الأمينية تستخدم كمادة أولية لصناعات أشياء أخرى، لصناعات أشياء أخرى، وهي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتكلم عن استعمال الفينيلألانين والتيروزين والتريبتوفان، وكذلك الأسبارتيك أسيد والبيتا ألانين. يعني تستخدم في أمور أخرى، استخراج الأدريلانين والاستخراج أمور يعني أمور أخرى، لأيل دوبا، المسائل هذه سنخصص لها الحلقة المقبلة إن شاء الله. ثم نمر إلى المركبات التي تستخرج من الحشرات، والمركبات التي تستخرج من حتى من بروز بعض الحيوانات وبعض، إن شاء الله. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة